قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعين به وأستغفره وأستهديه وأسأله العون والمدد والتوفيق والسند، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ومجيب المستغفرين وحبيب التائبين ورب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد، فلربما قال قائل قد مضت ليلة السابع والعشرين، وما بين هذه الليلة وما بين ليلتنا هذه فروق، فلربما قال قائل قد مضت الليلة المباركة ليلة القدر، فكل عام أنتم بخير، ويمضي بعضهم إلى النوم أو الاطمئنان بانتهاء المهمة على خير والحمد لله، وربما لم ينسجم مع الصلاة أو مع القارئ أو غير ذلك، فتأتيه جيوش الملالة وألوية السآمة تقتحم عليه قلبه، مسكين والله الإنسان ده مسكين. أصحاب المعالي ورائدو الطريق إلى الله عز وجل يتمتعون بكل عتبة من عتبات العبودية المقدسة، بكل لحظة من لحظات القرب والوصال، يتأملون في أيامهم ولياليهم. أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، أنا العائل الذي أغنيته فلك الحمد، أنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيته فلك الحمد. أنت في حضرة قدس الأقداس، أنت في حضرة رب البرايا، تستمع إلى كلامه وتنهل من معينه وتشرب من ريه وتفرح بفرجه. هذه أمطار السماء تروي القلوب العطشة، تسقي الأراضي الظمأة، هذه أراض باعدت الذنوب بينها وبين أسباب فلاحها وزرعها واخضرارها وجمالها وروعتها، قد آبت إلى الله وجاءت إلى حياضه
كيف يمكن للسآمة أن تأتي؟ لمجرد استحضار أن الذي يتلى كلام رب العالمين، لمجرد استحضار هذا المعنى كاف أن يصرف عن الإنسان السآمة في انتظار. أرأيتم حبيبا ينتظر حبيبة؟ كيف يفعل؟ يؤمل نفسه بلحظة القرب، ستأتي 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 ستأتي، لا بد وأن تأتي. ألا يفعل الحبيب هكذا مع محبوبه؟ سيأتي، فإذا جاءت كيف يكون الفرح؟ يا له من السرور، وما أعظمه من حبور، وما أكرمه من حضور. فرح وبهجة وطرب، إنه الله عز وجل الكريم الرحيم. هل تتعلق القلوب بليلة أو بساعة أو بيوم، أم تتعلق به سبحانه وتعالى؟ محجوب من لا يرى إلا تحت قدميه من ليلة تمضي، ثم هو الباقي عز وجل وما سواه فاني. محجوب من ينشغل بالظواهر العارضة عن الحقائق الراسخة. الظواهر العارضة اللي هي إيه؟ الظواهر العارضة يعني الانشغال بصوت حسن، بآهات، بأنغام، بألحان، بأعداد، بقصر، بطول، بليلة، بيوم، بساعة، بتقدم، بتأخر، بصف أول، بصف أخير. ظواهر عارضة، لكن الحقائق الراسخة القلوب المطمئنة بالله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واطمئنان القلوب هذا كيف صيغته؟ اطمئنان القلوب معناه ركون إلى الله وساحته وفضله، استبشار بكرمه وكرامته وهديته. إيه نعم، هدية، يهدي ويهدي، يهدي الحيارة ويهدي عباده الطيبين من هدايا وجوائز المتقين، من الشعور بالفرح، من الشعور بالسرور، من الشعور بالسعادة. آيات كثيرة مضت، ويكفي آية واحدة فيها أن يتعلق بها تفكيرك وتظل تفكر، والقارئ قد مضى وانتهى من السورة، وأنت لا تزال واقف مع هذه الآية تتعجب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طيب، ده فعل شرط وجواب شرط، ادعوني استجب. في احسن من كده؟ في الطف من كده؟ في اكرم من كده؟ في اسرع من كده؟ لا يوجد. ادعوني استجب لكم. اذن ياه، متى نسجد؟ متى نركع؟ متى أقول يا رب؟ طيب، تمضي آية فيها ذكر الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. تمضي آية فيها ذكر النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. تمضي آية تأمرك بالاستغفار، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. تمضي آية فيها ذكر الأبرار، تقول اللهم اجعلني منهم. تمضي آية فيها ذكر الفجار، تقول اللهم نجني منهم. متفاعل مع القرآن. تذكرون لما تكلمنا عن التهيئة
النفسية والقلبية للإنسان عند قراءة القرآن؟ إيش قلنا في التهيئة؟ قلنا إيه؟ قلنا التهيئة لا يصلح معها أن يستمع الإنسان لكتاب الله عز وجل وقلبه في كل واد مشغول، بيتطهر ويستعيذ ويبسمل ويستعد. من ضمن التهيئة أن يكون متفاعلا في حديث حذيفة، جزاك الله خير، قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما وقف يصلي: ما يمر بآية رحمة إلا سأل، وما يمر بآية عذاب إلا تعوذ. كان بعض أهل العلم يستحب في السؤالات وفي الاستفهامات أن يكون هناك نوع تجاوب، يعني مثلا لما يقول عز من قائل سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، تقوم تقول إيه؟ لا أحد. أو لما يكون هناك استفهام استنكاري كما في آخر سورة القيامة، آخر سورة القيامة بيقول إيه؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ طيب هل هذا السؤال يعني مطلوب الإجابة عليه هل هذا سؤال المستفهم أم سؤال المستنكر؟ الذي خلق هذا الإنسان من تراب ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق هذه النطفة علقة، ثم خلق هذه العلقة مضغة، ثم جعلها عظاما، ثم كسى هذه العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم يأتي مغفل فيقول لا يحيي الله الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول سبحانه: فبلى. صحيح، هذا نوع من التفاعل مع القرآن. الصور التي مرت هذه كلها فيها تفاعلات نووية، تفاعلات ذرية، المفاعلات لا تقدر عليها والله، طبوس تفسد. لكن أين القلوب التي تتفاعل مع القرآن؟ القرآن يحتاج إلى أن يدخل شغاف قلوبنا حتى يصير المرء منا وهو نائم مع القرآن. كان بعض المشايخ الذين يعني يقرأ عليهم، وهذا مشاهد معروف، تجد الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ نائم في سابع نومة، والله العظيم يصدر منه صوت ما تعرفونه، ثم إن يخطئ ترى الشيخ يرد. كيف يحدث هذا؟ عجيب. لكن ناس اختلط القرآن بدمائهم وعقولهم وأرواحهم حتى صاروا وهم نائمون مع القرآن. على أي حال، سواء أسرع القارئ أو أبطأ، سواء رفع صوته أم خفضه، أنا رحمك الله، أنا أحب ألا تتعلق بهذه الظواهر، أحب أن تتعلق بالقرآن، بكلام الله عز وجل، وفيه الغنية والله وكفاية. هذه المسألة تحتاج إلى تربية. جماعة من الناس، كثيرون من الخلق تراه يجري، يعني هذا الحمد لله مش غير موجود في طنطا، لكن تراه في محافظة كبيرة مثل محافظة القاهرة،
تجد يقول لك انا اليوم هصلي في مسجد كذا ورا الشيخ كذا، وغدا هصلي في مسجد كذا ورا الشيخ كذا، ولا الشيخ ده صوته يعني كده مش النهاردة كان تعبان، طب بكرة نروح لفلان الفلاني. طب هذا يبحث عن ماذا؟ يبحث عن اللذة. شيء جميل أن يبحث الإنسان عن القارئ الجيد وصاحب الصوت الحلو، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأثنى على أبي موسى الأشعري لما قرأ يعني القرآن وسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أبو موسى لو أعلم أنك تسمع أو شيئا من هذا القبيل لحبرته لك تحبيرا. هذا كله جيد، لكن كل هذا عارض، يعني ليس هو الأصل، عارض. إن يأتي فهلا، إلا يأتي أو لا يأتي، ليس هذا هو الأصل مطلقا. إذن ما الأصل؟ الأصل هو القرآن، حتى لو قرأه أجش صوت يعني فيه من السوء ما فيه، إلا أنه من قلب يتحرك به أو يتحرق به، يتحرك به أو يتحرق به، المهم أنك تسمع كتاب الله عز وجل. تفاعل أنت، أنت تفاعل. انظر إلى الآيات، وانظر إلى كيف يمكن أن تحرك بها قلبك من التهيئة. إن الإنسان العاقل يعلم أنه سيقرأ في هذه الليلة من مطلع سورة سبأ إلى ما شاء الله تعالى أن يقرأ، لربما كانت أربعة، أو لربما كانت ثلاثة، أو لربما كانت خمسة، أو لربما كانت ستة. طيب لماذا لا أقوم في أثناء النهار الطويل، والحمد لله نهارنا طويل جدا ومملوء بالنوم القوي المتمكن، لماذا لا يملأ هذا النهار بالنظر السريع العابر المتبصر المتأمل في قضايا هذه السور، بحيث أنه إذا جاء الليل أنا واقف عارف داخل حسمع سورة غافر، فمستحضر ما الذي سيأتي، وكيف يمكن أن أتفاعل، كيف يمكن أن أتهيأ في الدقائق التي بين الركعات. هذا طبعا لمن لا يحفظ القرآن، أما الذي يحفظ القرآن فهذا رجل يعني قد حاز السعادة كلها، يعرف ما الآيات التي ستأتي وما الآيات التي سبقت. هذا من أصحاب المعالي. طب وغير أصحاب المعالي، في وسائل مساعدة، يراجع هذه الآيات التي ستقرأ، ينظر في القضايا الإجمالية للسورة. إذا ما جاءت الركعات وسمع السور والآيات سيكون مستحضرا، سيكون يعني جاهزا، وسيكون مقبلا. تقليل الأكل قدر المستطاع إلى الحد الأدنى الذي يمكن أن تبقى معه حيا، يعني تتردد الأنفاس في صدرك، تقليل الكلام، تقليل الانشغال بالأمور الفرعية، تقليل التفكير في ما لا يعني والكلام فيما لا يعني، كل هذا يدخل في التهيئة التي تستعد فيها للصلاة. إذا جاءت الصلاة أنت مستعد. لا شك أن المسابقة إلى الصفوف الأولى والاقتراب من الإمام ما أمكن أيضا من التهيئة والاستعداد. قد يكون الحرص على الوقوف بجانب بعض الناس ممن خبرتهم حالة الوقوف في الصلاة أيضا من التهيئة، لأن بعض الناس يقف في الصلاة
يكون مشغلا، كثير الحركة، كثير التململ من قدميه المتعبتين، فواحد عمال يحرك رجله يمين وشمال وإيديه يمين وشمال، لا شك إن اللي على يمينه وعلى يساره منشغل معه، وهذا ينشغل وهذا ينشغل وهذا ينشغل، ويعم الانشغال على الصف كله. وارد، وارد جدا. نحن نعين بعضنا على العبادة، على أن نتربى كيف يمكن أن نكون عبادا لله صالحين. الصلاة، الصلاة بوابة العبادة، قبل الصوم وقبل الزكاة وقبل الحج، هي التي تلت ركني الشهادة. فالصلاة هذه إذا لم تؤتى من بابها، وإذا لم تقطف ثمارها كما ينبغي، لا يزال بينك وبين إدراك المعاني بون واسع. إذا لم تعرف ما المشاهد التي تنتظرها حال السجود، والمشاهد التي تنتظرها حال الركوع، والمشاهد التي تنتظرها حال القيام، والمشاهد التي تنتظرها حال التشهد، والمشاهد التي بين ذلك وقبله وبعده، لا يزال بينك وبين إدراك المعاني أميال طويلة من السعي الدؤوب. والمشاهد هذه هي عبارة عن ما تنتظره من المعاني التي تأتي في رأسك، والمعاني هذه تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى استحضار ومعرفة وحضور وإدراك ومعالجة وتعب ومعاناة وإخفاق مرة ونجاح مرة ولذة مرة وصعوبة مرة، حتى تستوي على سوقها وتبدأ بعد ذلك في جني العسل. حينئذ العق العسل ولا تسل، حينئذ تلعق من عسل المعرفة وأنت يعني هنيء، وأنت يعني منسجم. والانسجام هذا معناه إنك مع الليل والأرض والسماء والسجاد، واللي واقف عن اليمين واللي واقف عن الشمال، والأنفاس والأعضاء والإمام والقرآن، منسجم، كل شيء منسجم، كل شيء مكتمل، كله يكمل بعضه بعضا. تخرج من الصلاة وأنت بين الفرحة وبين الأمل وبين الترقب، فرحة بما مضى من لقاء الله، أمل في مزيد من هدايا، ترقب وانتظار للحظة الوصال مرة أخرى. هنيئا لكم والله بالصلاة، وهنيئا لكم بالقرآن، وهنيئا لي معكم بصحبة الطيبين. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنته وفي دار كرامته، كما جمعنا هنا في خير بيوته وفي أفضل بقاعه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتجاوز عنا إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله، وصلى الله على محمد.